أشاد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بدور المنظمة في نشر الوسطية وتفنيد الأفكار المغلوطة من خلال فروعها المنتشرة حول العالم والتي بلغ عددها 20 فرعاً. جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من كبار علماء الأزهر الشريف وقيادات المنظمة إلى إندونيسيا للمشاركة في الملتقى الوطني السادس لخريجي الأزهر الذي يعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وقد أكد وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا على أهمية الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف في العالم بأسره كقلعة كبيرة تتصدى للأفكار المتطرفة وتعنى بنشر الوسطية.